أصدقائي أهلا بكم، صباح الخير. النهاردة احنا عايزين نقول نتكلم مع برنامج كل الناس نيوز، عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا، والحلقة بتاعتنا النهاردة بعنوان السلامة في الكمامة. يعني لو سلامتنا في الفترة اللي جاية هتبقى عبارة عن الجوانتي اللي احنا لابسينه والكمامة، ياريت كلنا نلتزم لمدة 14 يوم. طبعا بصبح عليكم، وبيشاركني في التقديم عبير. صباح الخير يا عبير. صباح الخير يا محمد. طبعا اللي انت كل اللي انت بتقوله صح، سلامتك فعلا في الكمامه، ومش سلامتك بس، سلامتي وسلامه غيري. ما بقاش الموضوع كمان ان انا سلامتي او ان انا خايفه على نفسي بس، لا، انا خايفه عليك وعلى امي، ابويا، اختي، اجوزي، كل الناس. ما بقتش المشكله مشكلتي انا. زي ما احنا عارفين ان الوباء كورونا الفيروس ده انتشر في الصين، وانتشر بشكل كبير جدا. كان في مبدأ اتعاملت بيه الصين، اتعاملت على اساس ان واحد بس، انا بتعامل مع الشخص اللي قدامي ان انا مصاب او بتعامل معاه ان هو مصاب. تخيل لو انت مصاب هتتعامل مع الشخص اللي قدامك ازاي، ولو انت مصاب هتتعامل معاه ازاي، ولو هو مصاب هيتعامل معاك ازاي. اكيد لو كل واحد فينا اتعامل مع الشخص اللي قدامه على حذر انه ممكن ينقله العدوى، ايا كان من او الى او من الى، اكيد هيبقى عامل الاحتياطات دي. هل الاحتياطات دي مكلفة؟ هنقول مكلفة لبعض الشيء. طب ممكن تعمل لنا حماية؟ ممكن تعمل لنا انقاذ الوباء ممكن ينتشر؟ هل احنا بجد واخدين الموضوع تهريج؟ احنا واخدين الموضوع تهريج؟ شوية واخدين الموضوع تهريج جدا يعني. طيب النهاردة هنشوف في الحلقة بعض النماذج من الدول العربية عملوا ايه. هنتكلم على مبادرات موجودة معنا في الحلقة، كمان هنشوف مبادرات من الشباب عملوا ايه. هنتكلم على بعض ايجابيات كتيرة، في ايجابيات كتيرة، هنتكلم عن ايجابيات في الحلقة. هنتكلم على لازم نعمل ايه الفترة اللي جاية خلال 14 يوم الاسبوعين اللي جايين علشان نقدر نخلص من الكابوس اللي موجود في حياتنا، من الكابوس اللي سبب لنا مشاكل كتير نفسية. وعايزة كمان اتعامل مع الشباب ونفسياتهم اللي عاملة ازاي الفترة دي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكمل حلقتنا ونتكلم عن موضوعنا النهاردة، السلامة في الكمامة. مرحبا، معكن أمال من لبنان. صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل بالله، وإنه الجاي أفضل إن شاء الله. بتمنى إنه الكل يكون بخير، والله يبعد الفيروس كورونا عن الجميع. لكن بعتقد إنه الدعاء ما بيكفي، كل واحد منا لازم يكون عنده الوعي الكافي والمسؤولية تجاه نفسه أولا، وتجاه عائلته والناس اللي بيحبهم. حبيت أحكي لكم عن التجربة اللبنانية بمواجهة هالفيروس. خليك بالبيت كرمالكم، كرمالنا، كرمال بلدي لبنان. هيدا الشعار اللي قرروا اللبنانية إنه يلتزموا فيه، لأنه عارفين أولاً إنه الدولة اللبنانية ما عندها الإمكانيات الكافية للعناية بالكل، وكمان انطلاقاً من الوعي الوطني لمحاربة هالفيروس. لكن للأسف، مرحبا، معكن أمال من لبنان. صباح الخير، صباح التفاؤل والأمل بالله. زي ما احنا شفنا التقرير اللي فات ده، تقرير من لبنان. التقرير بيتكلموا فيه عن مقاومتهم للفيروس وكورونا، والشعب عامل ايه، وازاي ان هم بيحاولوا ان هم يقعدوا في بيوتهم ويبتدوا ان هم يحاربوا الفيروس. البداية حقيقية منك انت، البداية الحقيقية من كل شخص ان هو ازاي يواجه الفيروس. عايزين نقول الايجابيات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت، ايه اللي حصل في البلد، ازاي ان احنا نواجه الفيروس، ازاي ان احنا نقاومه. هنتكلم بتفاصيل اكتر. واهم حاجة شبابنا، شبابنا اللي بيحس ان هو بيكح، عنده برد، لما بيروح للدكتور. يعني قابلت اكتر من دكتور، لقيت ان هم كل الدكاتره بيعاملوا الشباب عندهم هوس، عندهم رعب، كل برد بيجي لحد فاكر انه ده كورونا.
فبيتخيل ان ده كورونا وبيروح للطبيب وهو مرعوب. اهم حاجة عندنا في الفترة اللي جاية العامل النفسي. عبير، ايه رأيك في موضوع العامل النفسي وازاي ان احنا نقوي نفسنا نفسيا؟ هو العامل النفسي يعني هو اصلا الشعب المصري عموما بيخاف من اقل حاجه، من شويه انفلونزا بتلاقيه مرعوب، بيبقى خايف انه يجيله مرض اكتر. فيعني العامل النفسي دلوقتي عامل اساسي في كل حاجه، وخصوصا اللي حواليك. يعني اللي حواليك لازم ان هم يرفعوا الروح المعنويه بتاعتك، النفسيه بتاعتك. طب يعني طب انت نفسك هتعمل ايه لو اي حد قريب منك اتصاب بالمرض ده؟ طيب انا اقول لكم تجربه حصلت مع صديق ليا. صديق ليا اتصل بيا الحقني، فبقول له في ايه. اخته عندها بنتها طبيبه، درجه حرارتها عاليه وخافت ان ممكن تكون تعبانه، فبيقول لي اروح انقذها، اروح اشوفها ولا لا؟ ايه رايكم لو حد من قرايبكم حصل معاه كده، لو حد يخصك حصل معاه كده، لو حد من قرايبك حصل معاه كده، هتروح له؟ هتفكر تروح له؟ طب لو فكرت تروح له مش خايف هترجع لفين؟ هترجع لبيتك؟ السيناريو ده لو كل واحد فينا حط نفسه فيه الموضوع صعب جدا. علشان ما نوصلش للحالة دي ونقدر ان احنا نتعامل مع بعض ونقدر نعدي الأزمة دي، يجب كلنا ان احنا نحافظ على بعض. طب دي الحالة النفسية اللي انت بتتكلم عنها محمد، الحالة النفسية بقى اقدر اعمل ايه؟ طب انت بتفكر دلوقتي كذا مرة ان انت تزور المريض ده او لا، رغم ان هو قريبك؟ طب الحالة النفسية بتاعته ايه؟ الحالة النفسية، طيب هل الفيروس ده احنا ممكن نقاومه؟ الحمد لله، الحمد لله الفترة الأخيرة احنا قدرنا في مصر نعالج نسبة 75% من الناس اللي كانوا مرضى بفيروس كورونا. 75% نتيجة ممتازة فترة قليلة مع التجارب بتاعت الأدوية أو تجارب العلاج اللي كان موجود، إن احنا نقدر نتخلص من ده. مشكلتنا مش في المصابين اللي موجودين حاليا، مشكلتنا في نقل الفيروس من شخص لشخص. مشكلتنا في فئة من الناس يا محمد، يعني تعرف في استهتار وفي تهريج وفي واخدنا بتهريج وفكاهة ولا ده شوية انفلونزا، أو بمعنى أصح لا ده الناس بتضحك علينا إن في فيروس وفي مرض، ودي المشكلة، ودي المشكلة اللي بتيجي منها المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب احنا عايزين نقول ان احنا مبادرات كتير اتعملت الفترة الأخيرة، مبادرات موجودة من الفنانين هنتكلم عنها، من اللاعبين الكورة، مبادرات كتير جدا، وكمان في مبادرات الشبابية. المبادرة الشبابية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مبادرة من عالميين في حي المرج. مجموعة الإعلاميين في حي المرج جمعوا مع بعض وعملوا مبادرة سموها، هنعرف المبادرة واسمها ايه من رئيس مجموعة الإعلاميين في حي المرج الأستاذ محمد عبد الحميد معانا على التليفون. صباح الخير، صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا محمد، صباح الكل باشا. صباح الخير يا أستاذ محمد. الحمد لله. صباح الخير يا أستاذة، ازيك؟ عاملة ايه أخبارك؟ الحمد لله. أخباركم ايه جميعا؟ تمام الحمد لله. عايزينك تكلمنا عن المبادرة اللي انتوا عاملينها. عرفنا باسم المبادرة، بتعملوا ايه؟ والله المبادرة هي مجموعة شباب من عالمين المرج قاموا بمبادرة لتطهير شوارع المرج كلها تحت مسمى مرج اقوى من كورونا. حلو. دي قايم بيها مجموعة من صحفيين وعالمين المرج من شتى الصحف القومية والمعارضة، ويعني هي مجموعه شباب اتبرعوا كمان حتى بالمواد المطهره، ونازلين النهارده ان شاء الله عاملين مبادره 200 شوارع المرج كلها. حلو قوي. طب هتقول لنا اسامي من اسماء المجموعه اللي معاك؟ طبعا يهمنا ان احنا نشكرهم فرد فرد، بس عايزين على الاقل نوجه لهم الشكر على الهوا لبعض الاسماء اللي موجوده في المجموعه اللي معاك. والله احنا بنشكر حضرتك استاذ محمد على الشعور الطيب دوت. هو طبعا أنا بشرف إن أنا أكون في وسط هذه المجموعة كوكبة من الناس المحترمة جدا، الإعلاميين المحترمين جدا، وعلى رأسهم الأستاذة المؤسسة للمجموعة الأستاذة رانيا عامر، الأستاذ وائل موسى، والأستاذ حسن علي من الأهرام، معانا برضو الأستاذ أحمد سلامة من زيتو، معلش والأستاذة عبير كمال، الأستاذة سماح كمال اعتقد ما شاء الله، يعني احنا حوالي 35 اعلام وصحفي في المرج.
قايمين بالمبادره وكلنا متكاتفين ومتعاونين مع الجهات الرسميه كلها. طبعا بالتنسيق مع الجهات الرسميه، احنا ما بننزلش طبعا لوحدينا كده عشان هايل خاطر برضه يبقى في هايل تنسيق بيننا وبين الجهات الرسميه كلها. طبعا، كل التحيه لكل الاسماء اللي قلتها والاسماء اللي ما قلتهاش برضه بنحييهم. لكن عفوا انا اسف معلش، لكن طبعا مبادره معالي حلوه. محمد، انا لا انا معالي الاستاذ قصدي محمد الهواري طبعا، يعني عفوا الاسماء كلها مش حاضره في ذهني حاليا دلوقتي، بس استاذ محمد حماده برضه من المرج، من عائلات المرج، معانا مجموعه رائعه صراحه، معانا الاستاذ علاء منتصر من التلفزيون المصري، هايل هايل مجموعه كبيره حقيقي، يعني استاذ محمد السيد، معانا مجموعة محترمة جدا جدا، يعني عشان بخاطر تساعد أهالينا في المرج، يعني نعدي إن شاء الله ومصر تعدي بالقوة دي بإذن الله إن شاء الله على خير. طيب يا أستاذ محمد، في تعاون من اتفضل يا الشعب، فندم. في تعاون مع الجمهور؟ تعاون مع إيه يا فندم؟ مع الجمهور. مع الجمهور؟ بتلاقي تعاون معاهم؟ أكيد، لا 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 أكيد في وعي، أنا ملحوظ حقيقي يعني على في الشارع، ودي حاجة كناش متوقعينها، لكن فعلا الشعب المصري بيثبت كل يوم إن هو قد المسؤولية ساحة الجد، بتلاقي كله واقف مع بعضه وجنب بعضه، الناس متعاونة جدا وواخدة الحذر بتاعها كويس جدا، يا ريت. وإن شاء الله مبادرة المادة أقوى من كورونا بإذن الله هتحقق نتائج كويسة جدا على أرض الواقع بإذن الله. يعني انا عرفت منك قبل الهوا ان انتوا رحتوا الكافيهات والمحلات وابتديتوا ان انتوا ترشوا وتطهروا معظم الكافيهات والمحلات اللي موجوده في حي المرج. ده اكيد طبعا نظرا للازدحام في الكافيهات والقهاوي طبعا الشعبيه، احنا طبعا منطقه شعبيه طبعا بيبقى فيه ازدحام، بنرش الارضيات والكراسي والمقابض، احنا ساعات كمان بنوقف الميكروباصات في الشارع عشان نرش المقابض بتاعه البيبان عشان خاطر الجمهور كتير بيستعملها، يعني ما بنسيبش حاجه ممكن اي مواطن ممكن يلمسها بايده الا ما بنطهاها يعني. طيب احنا في شكوى موجوده من احد الساكنين حي المرج من محطات المترو، في شكوى محطات من محطات المترو المترو. في محطات المترو الناس اللي قاعده على التذاكر بتوزع التذاكر مش لابسين لا جوانتي ولا كمامات. تمام، ده اللي هم موظفين المترو. موظفين المترو. تمام. فدوركم ان اعلاميه حي المرج ان انتوا توعوا الناس دي، لان فعلا الخطوره ممكن تتنقل من شخص واحد. والله والله يا استاذ محمد حقيقي دي يعني دي حاجه شايفين احنا طبعا جهاز المترو قايم بدور رهيب جدا. تمام. من خلال ولكن دي طبعا حته تصرف شخصي. المفروض تعدي ان شاء الله باذن الله نحاول نخاطب مسؤول عن محطه مترو المرج بالذات طبعا عشان الدايره بتاعتنا احنا والحاجات اللي تخصنا. تمام. فان شاء الله باذن الله هنتواصل معاك باذن الله. هايل. تنصح ايه بكل الاحياء الاخرى انها تعمل زيكم؟ يعني انا بصراحه انا سعيد بمبادره شبابيه، مبادره من اعلاميين حاسين بالمسؤوليه تجاه الحي بتاعهم، ان هم يقوموا بالدور ده وان هم يوزعوا كمامات وان هم يبتدوا ان هم ينشروا الوعي ما بينهم وما بين اهاليهم اللي موجودين في المكان. ده دور مهم جدا بتناشد بيه، اكيد بتناشد بيه كل الاحياء وكل الشباب اللي موجودين في كل مكان ان هم يقوموا بمبادرات زي دي. تقول لهم ايه؟ احنا اولا بنشكر حضرتك استاذ محمد والاستاذه زميله حضرتك عبير استاذ عبير والبرنامج كله طبعا عشان بتسلط الضوء على الحاجات الكويسه ديت، هو الشكر ليكم وحضرتك. طبعا احنا عارفين ان الشعب المصري دايما بيحب يقلد، كويس، فالحمد لله هو بيقلد اكيد في الحاجات الكويسه، فاكيد ان شاء الله باذن الله هنشوف ده في حي عين شمس، نشوف في المطريه، نشوف في حدائق القبه، نشوف في المعادي، وده دور الشباب طبعا لازم يقوم بالدور دوت بجانب الدوله، منظمات المجتمع المدني لازم تقوم بدورها طبعا اكيد بجانب الدوله، فان شاء الله كلنا في ايدينا في ايد بعض هنقضي على فيروس كورونا باذن الله. اكيد طبعا طالما في شباب زيكم اكيد مش المرج هتبقى اقوى من كورونا بس، اكيد حي المرج هيبقى اقوى بيكم في حاجات كتير جدا في المستقبل. بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، وان شاء الله هنتابعكم وتبعتوا لنا الفيديوهات اللي بتعملوها، وان شاء الله يبقى ليكم لقاء معانا على الهوا هنا يشرفنا طبعا، وكل الناس اللي بتعمل لقاءات وكل الناس اللي بتعمل مبادرات كويسه بتخدم الوطن وبتخدم بلدنا وبتخدم. في سؤال بقى انا عايز اسأله. اتفضلي استاذ محمد. استاذ محمد اتصال فاصل للاسف. تمام. هنحاول نكلم تاني الاستاذ محمد. عبير كانت عايزه تساله سؤال، لكن حقيقي حقيقي كل المبادرات اللي بتتم في الفتره دي من كل الفنانين، يعني بتشوفي الفنانين في الفتره دي كل واحد لا ليهم وقفه حلوه قوي، يعني كله بيتبرع، كله عامل تحدي مع نفسه مع غيره، ان هو ده بيتكفي 40 اسره، ده 50، ده 70، ده 400. لا مبادره كويسه طبعا يعني.
هو ده وده اللي مطلوب منهم او ده اللي احنا مستنيينه منهم يعني. مظبوط. يعني انا عايز اقول ان في الازمه اللي احنا فيها دي ظهرت ايجابيات كتير جدا، حتى كمان بساطتنا، ابتسامتنا، ضحكتنا، هزارنا، النكت اللي بنطلعها، يعني في كل حاجه من الحاجات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا وعلى في الشارع لما بنمشي وفي الطرقات لما بنقابل الناس اللي بنشوفها واحنا ماشيين في الشارع، بنحس ان احنا نص الناس ملتزمه، نص الناس خايفه. هو النص التاني يا محمد يعني هيودينا لفين؟ ما هو ده اللي بقى انا عايزه اتكلم فيه. ليه ما نبقاش كلنا ملتزمين؟ طيب النص التاني المفروض ان احنا على قد ما نقدر، على قد ما نقدر نلتزم. معظم الدول العربيه اللي موجوده عندها التزام، معظم الدول العربيه خدت قرارات وخدت اجراءات قويه جدا ضد الكورونا وضد مرض الكورونا وضد فيروس الكورونا. معانا تقرير مهم من الدكتوره غدير الصالح من دوله الكويت. دوله الكويت تعالوا نتفرج ونشوف عملت ايه علشان تحافظ على المصريين الموجودين هناك، علشان تحافظ على شعبها، علشان تحافظ على اهلها. اجراءات قويه جدا كل الدول العربيه، مصر، الكويت، الامارات، كل الدول العربيه، لبنان، كلها اخذت اجراءات قويه لحمايه شعبها. هل في تجاوب من الشعب؟ هل في فعلا استجابه؟ تعالوا مع بعض نتفرج على التقرير اللي جاي ده ونرجع لكم بعد التقرير. هل سمعتم عن بلد يواجه ازمه كورونا؟ بي إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، راتب مدفوع لجميع مواطنيه، حجر للمشتبه بهم في منتجعات فخمة وفنادق 5 نجوم، إجلاء لرعاياه من جميع الدول، تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين على أعلى المستويات مجاناً، احتلال المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في التصدي لفيروس كورونا، تحديد أسعار السلع منعاً للتضخم، إصدار فتوى لإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، تعليق رحلات الطيران منه وإليه، تطوع الآلاف من أبنائه لخدمة مجتمعه في كافة القطاعات، تحمل المسؤولية والإشراف المباشر على الإجراءات، التلاحم والترابط الكبير بين أفراد مجتمعه، التجاوب الكبير من أبناء شعبه لتعليمات حكومته، تقديم 40 مليون دولار كمساعدات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا. إنها باختصار الكويت، بلد الإنسانية والعطاء بشهادة العالم أجمع. اللهم احفظ بلدنا الكويت وارفع عنا البلاء والوباء. مع تحيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ورجعنا لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي انت كنت بتتكلم يا محمد عن تجربة او حد صاحبك قالك ان دلوقتي حد قريبي راح المستشفى او تعبان، لو انت حطيت نفسك في نفس الموقف هتتصرف ازاي؟ بصي انا هقولك حاجة مهمة جدا. هتصرف ازاي؟ اكيد هاخد كل احتياطاتي، مش هسيبه طبعا، هاخد كل احتياطاتي واروح له، وبعدين وانا راجع لازم أأمن نفسي تماما، يعني لازم اعمل تعقيم كامل لكل حاجة أنا استخدمتها لما رحت له أو زرته. ده في حالة أنه يكون مريض. الاشتباه أنا عايز أتعامل مع كل شخص، ما أنت هتتعامل معاه أنه مع كل شخص أنه مصاب. يعني لو تعاملنا مع كل شخص بتقابله الفترة دي أنه مصاب، صدقني هتعمل مجهود وهتوفر كتير على نفسك من الأزمات اللي ممكن تتم وجودها في البيت. طب يا ترى محمد الكلام ده صح ولا لما حاجة تخصك أنت نفسك أو حد قريبك لاعتشار يعني هتعمل نفس اللي أنت بتقول عليه ده؟ طيب لو أنت حد قريبك قوي حسيتي إن هو عنده بترمي لي السؤال. طيب بلاش السؤال ده لأن السؤال ده صعب جدا. يعني لا هو مش صعب، أنت مش هتسيبه بأي حال من الأحوال، أنت مش هتسيبه. ما أنا مش هسيبه، بس في نقطة، أنا مش هسيبه لكن مش هحاول ان انا انقل. هو المرض مش هيسيبني. ما مش هيسيبني، بس مش عايز انقل المرض لحد تاني. يعني انا على قد ما اقدر احاول ان انا اخلي المرض ما ينتشرش، ان انا اعمل عزله لنفسي، وده اللي هنتكلم فيه الفتره في الحلقه النهارده. لو انا اكتشفت ان انا مصاب اعمل ايه؟ لكن قبل ما اكتشف ان انا مصاب، عبير، بما انك انت موجوده في البيت، ست بيت، بتعملي دورك اللي موجود في البيت لحمايه البيت، ايه النصايح او ايه الحاجات اللي بتعمليها علشان كلنا
على قد ما نقدر نعملها لحمايه الناس اللي موجودين داخل اطار المنزل. هو اهم حاجه النظافه. النظافه اللي احنا المفروض او الطبيعي ان احنا كنا نعملها. يعني مش هقول لك دلوقتي ان انا دلوقتي بنضفه ديتول وكلور والكلام ده، لا، انا المفروض ان هي دي خطوه كنا المفروض ان احنا نعملها من زمان. دلوقتي كل حاجه لازم تتنضف، الاكرة، اي حاجه انت بتلمسها، حتى الشعر. انا عرفت ان دلوقتي انت لمجرد من انت بتلمس شعرك ده المفروض ان انت بتروح تغسل ايديك، تلمس اي حاجه، لبسك، اي ترابيزه، اي حاجه المفروض كده. طيب دلوقتي في هنتكلم بقى دلوقتي الايجابيات اللي احنا قلنا الشعب ده لو كويس. انت قاعده في البيت، ده لو انا قاعده في البيت كويس. بره دخل يضطرب بره، لا انا مش هقدر اقول كده، مش هقدر له ولا يطردني بره. بس لا، ما هو المفروض برضو يعني تعرف ان هو يعمل اجراءاته. تمام، هايل. هو ده اللي انا عايز اقوله. لو واحد داخل من بره ايه اللي يعمله؟ على الحمام على طول. تمام، يغسل. المفروض ان هو ده طبعا داخل من بره بالكمامه بالجوانتي بتاعه كويس، ده كله بيترمي في الباسكت بتاع الزباله في الحمام وعلى طول يغسل ايديه. تمام، ايديه ووشه تماما. اكيد كويس. يبقى كده ده الجزء الاولاني، ان احنا ازاي نقدر نحمي نفسنا من اول ما نيجي من شغلنا اختلطنا مع ناس بره، نعمل ايه اول ما نخش. اول حاجه وانت على الباب البيت بتمسح مفاتيحك، تمسح الموبايل بتاعك كويس قوي. مش هقول لك مش عايزين نجيب مناديل معقمه، لا، لو في عندك ميه عاديه بكلور، ميه بملح وليمون، ميه بخل وليمون، اي نوع من انواع التعقيم تمسح بيها الحاجات اللي انت استخدمتها او لمستها. دي اول جزء. الجزء الثاني الحذاء بتاعك تقلعه بره الشقه تماما، تخش على طول ما تسلمش على حد. بس في ناس بتنسى محمد الكلام ده عشان احنا مش متعودين على كده. يعني في ناس بتنسى وده بقى الاهمال. يعني انا بقول لك ان ده الجزء الاهمالي اللي انا بتكلم فيه، او الجزء اللي هو اللي الناس واخداها بتهريج او واخداها بايه، ان هي مجرد شويه انفلونزا وهتعدي، وده غلط، وده بقى اللي بيسبب المرض نفسه. طيب تخيل ان انت نسيت، ممكن تعمل اهلك. خلي بالك انت داخل على مين اصلا. يعني وانا داخل بيتي داخل على مين؟ داخل على الناس اللي يهموني، داخل على الناس اللي بحبهم، وعلى شغلك، داخل على الناس اللي بخاف عليهم. مش شرط البيت. اصل انا دلوقتي هي المشكله ما بقتش مشكلتي انا ان انا بخاف على نفسي او على جوزي او على ابني او على بنتي، لا، انا مشكلتي ان انا لو اتصبت انا هصيبك، وهصيبك ايه وانت هتصيب غيرك. فالمشكله ان احنا كلنا مرتبطين، ويمكن دي الميزه الوحيده، او مش الوحيده يعني، من ضمن المميزات بتاعه كورونا ان كل واحد دلوقتي خايف مش على نفسه بس، لا، خايف على اللي حواليه. تمام، خايف ان انا اعديك، خايف ان انت تعديني كويس، بتحافظ عليا وانا احافظ عليك. دي نقطه مهمه جدا لازم تحافظ، لانك انت بتحافظ برضه على مين اللي بتخليهم؟ هم اهلك، هم اقرب ناس ليك، هم لو تعبوا انت اللي هتجري عليهم. فيبقى اول حاجه لازم تحمي نفسك، تحمي نفسك من النقلك للكورونا ليهم، وتحمي نفسك من مرضك الاساسي. طيب لو احنا دلوقتي الخل الكلور قصدي الكحول مش موجود، ولو موجود يا محمد موجود، المواد المنظفه مش موجوده، ازاي نعمل بدائل في البيت؟ يعني ازاي نقدر ان احنا بميه نغلي ميه ونحط عليها خل وليمون، الميه اللي حطينا عليها خل وليمون بقت هنا جزء مطهر، مطهر ممكن نستخدمه لو ما لقيناش كلور، او ما لقيناش سبيرتو ديتول، الحاجات اللي ممكن نستخدمها. يعني معنى كده ان احنا سهل جدا ان احنا بحاجات بسيطه نطهر البيت. ميه مغليه، الميه المغليه احنا عارفين ان الميه المغليه او الميه السخنه بتموت الميكروب، فسهل جدا ان احنا نرش اكر البيت، نرش المفاتيح بتاعتنا، نرش اي سطح ممكن نحس ان ده ممكن ينقل لنا المرض او ينقل لنا الفيروس بدون ما تشعر وانت مش واخد بالك. طيب لا قدر الله واحد حس خلاص تم اصابته بالفيروس، علشان تحس ان انت تم اصابتك لازم يتعمل لك حجر تماما او عزل. طب انا لو شاكك في بدايه ان انا عندي برد او عندي الحاجات دي اعمل ايه؟ اول حاجه كل الدكاتره في العالم كله اجمعوا ان مقاومه المرض العامل النفسي، العزيمه، القوه، ان انت لو بتعمل عامل نفسي عندك عامل نفسي كويس وجسمك نشيط وجسمك قوي، يعني ناكل زبادي، ناكل نشرب ليمون كتير، ينسون كتير،
لو انت انا قوي. لو مش متعود على الحاجات دي يا محمد مش هقدر ان انا اقاوم بيها. يعني دلوقتي انا يعني هقول لك ايه، 90% من الشعب المصري المناعه بتاعته مش مظبوطه. تاني خلاص هنرجع تاني، لو قلنا لو المناعه بتاعتنا مش قويه، انا بقول احنا أنا دلوقتي بنقوي المناعه بتاعتنا، بنقول نصايح لتقويه المناعه اللي هو ازاي نقدر ان احنا ناكل زبادي، نشرب ليمون، ينسون، الحاجات دي لما بناخدها. السؤال اللي انا بقوله لك، هل دلوقتي فتره ان انا شكيت دلوقتي ان انا عندي الفيروس ده او المرض ده، هل في ال 14 يوم المقاومه بتاعتي او المناعه بتاعتي لو انا اكلت زبادي او ينسون او كده هتقوى؟ ما انا لسه بقول بقى بنمشي خطوه خطوه مع المريض، اللي هو اول حاجه انا اكتشفت ده بعمل عزل نفسي، بلبس جونتيات، بلبس الكمامه، بقعد حوالي 14 يوم عايز اعزل نفسي تماما عن الناس المحيطه بيا، في غرفتي، في المكان اللي انا ما اختلطش، ما المس الحاجات اللي ممكن حد يلمسها، كل اكلي هيبقى الاكل المميز، الاكل اللي يزود المناعه زي ما احنا لسه كنا بنقوله مش هنقوله تاني. وبعد الفتره دي طول ما انا ماشي ممكن القوه بتاعت الجسم مع البنادول تقدر تاثر وتقتل وتقضي على الجزء ده. طب لو الحلقه ساءت او حسيت ان انا في صعوبه في التنفس والموضوع زاد شويه، لا لازم اتصل بالخط الساخن ولازم انقل على طول اروح مستشفى الحميات او مستشفى تقدر تكشف لي هل فعلا ده قدر ان هو يتمكن مني بشكل كبير. ويا ريت كلنا لو شكينا عندنا الخط الساخن نتصل بيه علشان نحمي نفسنا. انت مش بس بتحمي نفسك، خلي بالك انت بتحمي نفسك وبتحمي الاخرين اللي معاك، انت بتحمي نفسك وبتحمي كل الناس اللي انت خايف عليهم، ايا كان زملائك في مكان العمل، ايا كان اهلك الموجودين في البيت. التقرير اللي احنا شفناه من شويه في دوله الكويت، عايزين نقول ان المجهود اللي تم هناك او المجهود اللي بيتم كمان في مصر، نتكلم عن كويتنا وقلنا المجهود اللي بيتم هناك مجهود رائع من دوله عربيه قدرت ان هي تقاوم، قدرت ان هي عرفت ان هم بالليل اتفقوا كل الشعب الكويتي ان هم يطلعوا على الاسطح ويسقفوا في وقت واحد في توقيت واحد في ساعه واحده، يسقفوا لكل الفريق فرق العمل اللي بتقوم بتطهير الشوارع، الدكاتره اللي موجودين عندهم، فرق الانقاذ اللي موجوده، الاسعاف اللي موجوده، وقدروا فعلا ان هم يعملوا ده وكان مشهد رائع جدا. ان شاء الله اجيب لكم الحلقه اللي جايه تشوفوا قد ايه مشهد رائع للتسقيف بس. طب ايه الايجابيات اللي عندنا يا محمد؟ عايزين نقول الايجابيات اللي عندنا الفتره اللي فاتت، لو لاحظنا ان الدوله ادت اجازات لمعظم العاملين في القطاع الدولي. طب والشوارع فاضيه يا محمد؟ ده حقيقه، لو انت نزلت في الشارع. لا بس معظم الشوارع مش فاضيه على فكره. تاني لو نزلت في الشوارع وقست المقياس ما بين الشوارع قبل والشوارع دلوقتي، المدارس مش موجوده، الجامعات مش ما نزلتش. ماشي بس بيتفسحوا بيخرجوا. ما احنا بنقول على الايجابيات وبعدين نتكلم على جزء السلبيات. طب ماشي، لا انا بتكلم في الايجابيات، ان انا بقول لك دلوقتي انت احنا قفلنا المدارس والجامعات. طيب ده نكمل ايجابي. الايجابيات وبعدين نخش على السلبيات. ماشي ايجابي. طب الشعب بقى، انا برد عليك بالايجابي للشعب عمل ايه؟ عشان انت بتقول الكويت والشعب الكويتي. بنقول الدوله عملت ايه؟ هنشرح كل الدوله اللي عملته وبعدين نتكلم على السلبيات، لان لازم اكيد في كل حاجه فيها ليها سلبيات. الايجابيات اللي بنتكلم عليها ان احنا خدنا اجازات نص الموظفين، والنوادي اتقفلت، النوادي الانديه الرياضيه والالعاب الرياضيه تم ايقافها، المسارح والبروفات اللي كانت موجوده تم ايقافها، السينمات تم اغلاقها، الشيشه اللي اتمنعت، منع الشيشه والكافيهات وكده. كل القرارات دي تخيل ان كل القرارات دي الدوله بتعملها علشان تلزمنا وتجبرنا ان احنا نقعد في البيت. كل القرارات اللي بتتم دي لصالح المواطن المصري، كل القرارات دي من تخفيض الفوائد في البنوك، من رفع بعض الاقساط اللي موجوده على بعض الناس اللي هم كان عليهم اقساط وقروض 6 شهور، كل الاجراءات دي الدوله بتتحملها علشانك اللي هو انا، وعلشاني، علشان اسرتي الصغيره. كل ده بتعمله الدوله علشان تديك اجازه علشان تقعد في البيت، مش عشان تنزل تبقى في الشارع زي ما عبير بتقول. كل اللي بتعمله الدولة ده علشان انت تبقى موجود في البيت تحمي نفسك وتحمي أسرتك، مش عاملينه علشان نروح نتفسح، مش عاملينه علشان نخرج، مش عاملينه علشان نتقابل برا، لا احنا كل الدولة بتعمل ده لحمايتك في الأساس. شفت الكافيهات اللي هي بتبقى قافلة على نفسها من جوه وكمية بشر جوه وقافلة كده، ان هي كده بتخدع الناس او بتخدع الشرطة ان هي قافلة، بالعكس. ايه رايك في التصرف ده؟ احنا لسه بنقول ان ده مش موجود. لا موجود. ما انا بقول لك احنا بنوجه رسالتنا النهارده للناس اللي بتعمل ده، بنوجه رسالتنا ان الناس ازاي ان احنا نغير
من نفسنا، ازاي ان احنا نقدر نطور من نفسنا، يعني ازاي ان احنا نواجه. الحكومة مش هتقدر تعمل حاجة، مش هتقدر تديني قرار او ان انا التزم بحاجة، لازم ان انا تبقى من جوايا انا، يعني لازم يبقى في حذر جوايا، لازم يبقى في قرار حاسم. لا خلاص، هو البني ادم دلوقتي ما بيعملش ايه، يعني ما بتعملش، ما بتاخدش منه اللي انت عايزه الا لما بتجبره على حاجه. كويس، ما احنا علشان تجبره على شيء لازم تخوفه، مش لازم نخوفه، لازم يحس، لازم يحس اصلا. هل احنا فعلا حاسين ان احنا في ازمه؟ هل احنا حاسين ان احنا في كارثه كبيره؟ هل احنا حاسين ان احنا بجد بنواجه خطر احنا مش شايفينه ومستترين بيه؟ لو احنا حاسين الاحساس ده صدقني هتغير من نفسك، هتلبس جوانتي، هتلبس كمامه وانت خارج في الشارع. انت بتلبس جوانتي وكمامه ليه؟ علشان تحمي نفسك. انت بتركب ميكروباص، بتركب تاكسي، بتركب مترو انفاق، بتركب اتوبيس، كل الناس بتركب معاك، بتتعامل مع كومساري، بتتعامل مع شباك تذاكر، بتتعامل مع كل الحاجات دي. تخيل كل الحاجات اللي انت احنا بنقول عليها دي انت بتواجهها في الحقيقه، بتواجهها، يعني ممكن تنقل ليهم او تنقل منهم. طب ازاي نقاومهم؟ ازاي نقاوم فيروس احنا مش شايفينه؟ خلي بالك الواحد سهل جدا ينقل فيروس لمجموعه كبيره جدا. احنا عايزين احافظ علينا، نحافظ على الناس اللي معانا. ارجوكوا الموضوع مش هزار، الموضوع جد، مهم جدا بجد بجد. عايزين نعدي ال 14 يوم على قد ما نقدر. لو قلنا ان السلامه اصعب 14 يوم ممكن يعدوا علينا، دي حقيقه. لو قلنا ان السلامه في الكمامه، يا ريت كلنا نلبس جوانتيات ونلبس كمامه ونهتم بنفسنا ال 14 يوم، علشان بعد 14 يوم كلنا نحتفل زي الصين ما بتحتفل ان احنا قضينا وقدرنا بشجاعتنا بقوتنا، زي ما احنا معروفين عننا المصريين، معروفين ان احنا في وقت الشده بنبقى اقوى من اي شده بتواجهنا. اصدقائي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونكمل حلقتنا في الجزء الثاني من الحلقه.